في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد فرقة الميليشيا ذات الوطني بتلس من توقيف شخص من عمر 40 سنة المتسبب الرئيسي بإجرام عدة حرائق خلال شهر رمضان المبارك بمنطقة سيدي موان بلدية تنس. بموجب التحقيق المفتوح من طرف فرقة الإقليمية الدرك الوطني بتنس حول نشوب حريقين خلال الشهر الفضيل بغابة سيدي مروان، وبعد تكثيف التحريات وتفعيل عصر الاستعلامات تم التوصل لتحديد هوية الفاعل والمتسبب في ذلك ليتم توقيفه مع حجز الوسائل المستعملة في الجريمة. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم توقيف الوقوف أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أحال الملف أمام السيد القاضي التحقيق لدى نفس المحكمة. هذا الأخير أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.